الأهلي يبدع في الشوط الأول ويخرج فائزا على الدحيل 1-0 بهدف لحسين الشحات. هنروح لفاصل ونرجع ناخد رأي نجومنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم تفائلوا وانتظرونا. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط مميز للنادي الاهلي وفوز مستحق. ده اكيد يعني، بس هي المشكله كان لازم اكتر من كده. النادي الاهلي عمل كل حاجه في الشوط الاول، استحواذ تام، تحركات ممتازه، استحواذ 72% من غير ما اعرف النسبه، واضح قوي من شكل الشوط الاول. تحركات كويسه جدا في الملعب كله، بالعرض وبالطول، في حريه وفي انسيابيه في الحركه، ودي اللي عامله الفراغات الكتير قوي والخلل في الدفاع الدحيل، وان الكوره دايما معاك انت، استحواذ بتاعك هايل. الحلو كمان ايمن مستحوذ بس من غير اخطاء، وده دي اهم حاجه النهارده، في هدوء بالظبط. بغض النظر عن فريق الدحيل بيلعب ازاي، بغض النظر عن اختلاف الطريقه، واضح ان هو من كتر ما هو درس فريق الاهلي كويس قوي نازل. اولا في سنه خوف طبعا، وعامل لك طبعا احترام كويس جدا جدا جدا، ومغير طريقته تماما، كان قاعده بيتكلم عليها، وكان كل اللي يهمه يطلع الشوط الاول 0-0. هو ما عملش عليك اي خطوره خالص. بس الغريبه كمان ان بعد 1-0 هو ما غيرش برضه، مش هيغير يا ايمن، هو مش هيغير، هو يعني مش عايز يبقى النتيجه اعلى من كده، انه عارف لو غير الاسلوب النتيجه هتزيد عن كده كتير قوي. انت متخيل بقى 10 تحت الكوره، واستحواذ 72 كان هي بيتكلم فيها دلوقتي، وكميه خطوره على المرمى كتير جدا، ومفيش اي خطوره ليه هو. فانت متخيل لو فتح الخطوره اللي هيحصل. فطبعا شوط ممتاز للنادي الاهلي، بس اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني هدف ثاني، الامور تهدى خالص ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه، طبعا اداء متميز زي ما قلت مع الكابتن علاء، وتقريبا ما شاهدناش اي خطوره من الدحيل غير بس الكور العاليه لالونجا. مظبوط، احنا يمكن اتكلمنا انه صبر لاموشيه بيلعب 4-2-3-1، هو النهارده زود واحد في وسط الملعب وبيلعب 4-3-3، عشان هو عارف ان النادي الاهلي بيستحوذ كويس جدا في نص الملعب. لكن الغلطه اللي احنا قلنا عليها في بدايه اللقاء ما بيعملوهاش ومستمره، هما ما بيضغطوش خالص، ما بيضغطوش خالص. يعني انت موجود بسام الراوي قدام الاربعه المدافعين، وجنبه بوضياف وعلي كريمي، واثنين قدام دودو وادميلسون، ومعاهم اولونجا. الثلاثه بتوع وسط الملعب على طول تحليق بس. يعني احنا لما شرحنا قبل المباراه في اللقطات اللي جت انه ما فيش ضغط خالص في نص الملعب، هما بيقفوا عدد، لكن اي حد بيتحرك من جنبهم او من بيسقط خطوتين او من وراه بيستلموا براحتهم. ولذلك مجدي قفشه والسوليه وحمدي والشحات وطاير ومعلول بينقلوا الكوره بسهوله جدا، الاستحواذ سهل جدا. ده الهدف اللي احنا جبناه كابتن اسامه. هدف طبعا جميل من ضغطه هايله من بواليا، ثم تسديد حسين الشحات على يمين صلاح زكريا. فهم ما بيضغطوش خالص في وسط الملعب، فدي مديه استحواذ تام للنادي الاهلي. بيتنقل الكره بسهوله جدا، وواضح كمان واحد زي بوضياف انه يقتل بدنيه قليله، او رجع من اصابه، او بتحس انه بيلعب برتم قليل قوي في نص الملعب. فدي مديه سيطره تماما للنادي الاهلي، وشوط مميز، وجبنا جون. والكره الثانيه المتغطيه، او يعني لسه هنشوف مع الكابتن حسين، احنا شاكين ان هي جون، والنادي الاهلي يقدر يضيف اهداف ثاني، بس طبعا برده لازم يبقى في حرص الشوط الثاني. كابتن حسين مين؟ ناصر. كابتن ناصر. كابتن ناصر هو قريب. ناصر عباس. لا انا بس حسين الشحات. انا اسف يا كابتن ناصر. كابتن ناصر عباس. كابتن هاني، نسبه الاستحواذ معلش 67 33. طبعا نتيجه الشوط الاول نتيجه مرضيه الى حد ما، ولكن خديعه، ولكن بالظبط. انا في اعتقادي 1-0 طبعا نتيجه الى حد ما مرضيه، لكن نتيجه خديعه. بالزبط. ودايما لما انت بتكون مسيطر على المباراه، ودايما بيكون انت حاسس كلعيبه انك قريب جدا من الفوز، دي بتبقى ساعات بتبقى مشكله، انك مطمن للمباراه. مزبوط. وانك خلاص الخصم اللي قدامك مش على قدر الـ يمكن مش في فورمته العاليه، ما دخلش، ولكن فده ممكن يكون فيه مشكله. صح. المشكله لازم تتحل عن طريقتين. الطريقه الاولى انك لازم تكون مركز 100% اكنك بادئ المباراه الاول، تنزل الشوط الثاني وكان المباراه 0-0. يعني مطلوب من النادي الاهلي ان المباراه مع بدايه الشوط الثاني انت متعادل 0-0 وعايز تحرز جون، الهدف الثاني هيحل مشكله. انا اللي عاجبني جدا في اداء النادي الاهلي الشكل التكتيكي، هم لعبوا بثلاثه في وسط الملعب، فعايزين يعملوا زحمه في نص الملعب. ملاحظ من المباراه
ان الحل جه عن طريق اللعيبه اللي بتخش لجوه. يعني حسين الشحات وطاهر محمد طاهر كانوا بيخشوا لجوه كتير جدا، مع وجود قفشه مع وجود حمدي وعمرو السوليه، فبقى عندنا عدد كافي جدا من اللعيبه في وسط الملعب. ده ادى حريه شويه. تلاحظ ان كمان الجنب الشمال علي معلول اشتغل اكتر مع قفشه. أيوة. يعني عمل جمله مع قفشه وكان فيها خطوره كبيره جدا. صح. فاشتغل على الجزئيه دي. صح. كمان عايزين ندي بوالي حقه ان هو. صح. تقريبا 60 او 70% من الهدف. مزبوط. راجع للضغط العالي بتاعه. مزبوط. يعني هو ما ضغطش على سردباك، ده ضغط على مدافع وسط الملعب. مزبوط. دافع عليها كويس قوي، ضغط كويس قوي. صح. وخلى الكوره في متناول حسين الشحات. صحيح. فاداء اكتر من رائع للنادي الاهلي. دايما نقول ان الشوط الثاني لازم البدايه يكون فيها تركيز 100%، ننزل الشوط الثاني وكان المباراه 0-0 ومطالبين ان احنا نجيب الجون الثاني باذن الله. كابتن عادل، سريعا النادي الاهلي الشوط الثاني يعمل ايه، وهل الدحيل هيبتدي يغير من بدايه الشوط الثاني؟ اكيد ممكن يغير، ممكن يشيل واحد من الثلاثه، لا بسام الراوي لا بن عطيه لا احمد ياسر، وينزل واحد في وسط الملعب، ويمكن المعز علي ممكن يلعبه. لكن يعني يغير طريقه اللعب كمان. ممكن يغير طريقه اللعب. ولكن ان النادي الاهلي النهارده الكابتن اتكلموا عليه باستفاضه، ولكن في نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي بدا البدايه اللي كان بقاله ماتشات كتير قوي ما بيبداهاش، اللي هي بدايه الشوط الثاني بالشوط الاولاني. أيوة. اتمنى من النادي الاهلي ان هو مش يتحفظ، يضغط ثاني شوط، لان لو ضغط وان شاء الله يجيب الهدف الثاني ممكن النادي الاهلي النهارده يعمل سكور كويس، لو ضغط وحافظنا على الكور الثابته زي ما اتفقنا، الكور العاليه، ولازم. صح. علي معلول هو اللي ياخد، ولازم بدري بنون اللي ياخد اولونجا مش ايمن اشرف. كل توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.